السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبة شاحنات جديدة لسنة 2024. اسم اللعبة رويد درايفر تراك سيميليتر 2024 أوروبي. اسم اللعبة شوي طويل طبعا. بتنزل حاليا بتاريخ هذا المقطع على أجهزة الأندرويد، ورابط تحميلها بتلاقوه أسفل المقطع بصندوق الوصف. لحد الآن ما موجودة على الآيفون مع الأسف. إذا صارت على الآيفون راح أحط لكم كمان رابط بصندوق الوصف. طبعا يا جماعة اللعبة يمكن تعجبكم يمكن لا. أنا بالنسبة لي الصراحة يعني في شيء عجبني فيها وشيء ما عجبني، راح احكي لكم عليها هلا بهذا المقطع. فلذلك يا جماعة الخير قبل ما ابدا المقطع، واتمنى من كل الاصر ما نوصل لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا من اللايك شوك تفايز رجل صحب صحبكم كل جديد، ولا تنسوا تتابعونا حسابات الموجودين بصندوق الوصف، والدعاء لاخواننا في غزة، واترككم مع المقطع مشاهدة ممتعة. بداية يا جماعة مثل ما شايفين نحن في الواجهة الرئيسية، وكل شيء عم بيشوف المقطع هذا او بيجرب اللعبة قيمونا اياها من 10 واعطونا رايكم في التعليقات ليش حبيتوها او ما حبيتوها. عرفتوا كيف؟ طبعا في شغلات حلوة في اللعبة وفي شغلات مع الاسف سيئة بشكل يمكن كتير ناس ما رح يحبوا اللعبة بسبب هذا الشيء، واللي هو يا جماعة الخير يمكن تلاحظوا أول شيء للوهلة الأولى أنه اللعبة كتير بتشبه لعبة اليورو تراك سيميليتر 2 بسبب أنه أسماء الشاحنات مكتوبة بشكل رسمي. يعني اسم الشاحنة شايفين قدامكم أفيكو مكتوب اسمها بشكل صحيح، ليش ما معدلينه أو معدلينه أو كذا؟ رح أحكيكم ليش. طبعا رح ندخل مباشرة على قسم الجراج نورجيكم الشاحنات. مثلا في عنا الداف مثل ما شايفين اسمها داف إكس إف بشكل رسمي، وفي عنا كمان الاسكانيا مثل ما شايفين كمان كاتبين اسمها بشكل رسمي. بس في شغلة يمكن ما لاحظتوا عليها او رح تلاحظوها هلا، اللي هي اسعار الشاحنات. يعني كل شاحنة بدك تجربها لازم تشحن في اللعبة لحتى تقدر تشتريها وتجربها. هاي النقطة او الاستراتيجية الجديدة اللي عم يتبعوها المطورين في الالعاب الجديدة في سنة 2024، انه يا جماعة الخير انا رح اضيف لكم اسامي الشاحنات بشكل رسمي، يعني رح اشتري لكم ترخيص واضيفه على اللعبة. وبهالشكل هاد انتو اذا بتحبوا تلعبوا في اللعبة يكون مثلا اسماء الشاحنات بشكل رسمي، فبامكانك تشحن في اللعبة وتجرب الشاحنة اللي بدك اياها. مثل ما شايفين هون الرينو حيطط لنا اللوجو نظامي وحيطط لنا سعر الشاحنة تقريبا، يعني بدك تقول تقريبا 193 ليرة تركي تقريبا، يعني 6 دولار او 5 دولار او هيك شيء. فهذا هو الشيء الموجود حاليا. مثل ما شايفين المان بهالشكل، كمان اسعاره موجوده على الطرف اليمين من فوق. هاي الاكتروس 355 ليره تركي، يعني تقريبا 11 دولار او هيك شيء. يعني سعره عن جد كتير مبالغ فيه ما بعرف ليش. فهو هذا السعر الترخيص تبع الشاحنه، عرفتوا كيف؟ يعني بيكتب لك اسم الشاحنه بشكل رسمي. فهي النقطه يا جماعه الخير كتير ناس ما راح يحبوها، كتير ناس مع الاسف ما راح يلعبوا في اللعبه بشكل رسمي، يمكن ينزلوها بشكل معدل او مهكر او هيك. هاي النقطة أكيد مفروغ منها، أكيد كلكم رح تجربوا بهالشغل هاد. فمثل ما شايفين الفولفو تصميم الشاحنات كتير حلو، يعني بعطيهم 10 على 10 بتصميم الشاحنات لأني تصميمهم كتير حلو. في مثلا مثل هاي شايفين الفولفو اللي أكتر من مقاس، الأربعة ضرب اثنين، وفي عنا ستة ضرب اثنين مثل ما شايفين بهالشكل. مثلا رح نشوف الأكتروس، شو وضع الأكتروس؟ في أربعة ضرب اثنين، وفي ستة ضرب اثنين، ستة ضرب أربعة، وفي عنا اكبر مقاس 8 ضرب 4 مثل ما شايفين. يعني بهالشكل هاد. في عنا هون الداف الحديث هاد مثل ما شايفين، في لها كابين يمكن ما في لها كابين. الشخصيات بتكبرون على كيفك بهالشكل. بالنسبة لغير شاحنة يا جماعة الخير في عنا هون هاي الام بي 3 حلو كتير. الام بي 3 في لها اكتر من شخصية حلو كتير مثل ما شايفين. هاي 4 ضرب 2 وهي 4 ضرب 2 الأكبر، عرفتوها؟ دي الشكل. في شاحنات كتير على كيف كيفكم، بس مع الأسف لازم تشحن في اللعبة لحتى تقدر تجرب هدول الشاحنات. طيب خلونا ننتقل للشيء المهم اللي هو كيف رح نلعب باللعبة، هل داخلية اللعبة حلوة ولا لا؟ هلا رح نشوف. خلينا ناخد شاحنتنا اللي يعطينا إياها بشكل مجاني اللي هي الأفيكو، اللي هي هاي. في إلها شخصيتين، في الأربعة ضرب 2 والست ضرب 4 مثل ما شايفين. رح أختار على هاي. رح ندخل مباشرة على قسم الفيول في الأعلى. طبعا هون على ما أظن بتشاهد إعلانات وبيعطوك بنزين أو هيك شيء إذا كان نقصك بهالشكل. بالنسبة للليسانس هون بإمكانك تعمل ليفل، يعني في إكس بي بتجمعه في اللعبة وبتفتح شهادات وما شهادات وهالقصص هي. مثل ما شايفين بتاخد شهادات، عرفت كيف؟ بهالشكل. فهذا الشيء إن شاء الله بنجربه بالأيام القادمة. بالنسبة للأوبشنز الإعدادات حاليا ما بنقدر ندخل على الإعدادات من هون ما بعرف ليش. في عنا قسم الميشنز والجوبس. الميشنز يا جماعه الخير هو قسم مهمات بامكانك تختم مهمات ويرتفع ليفلك وبتاخذ اكس بي وهيك شغلات. مثل ما شايفين في عنا هون، وفي عنا التراكر، وفي هذا القسم،
منهم مفتوح ومنهم مقفل، لازم تلعب بالليفل حتى يرتفع ليفلك. رح ندخل على قسم الجوبس. قسم الجوبس يا جماعة هون في عنا حمولات بإمكانك تأخذهم مثل ما شايفين قدامكم، هدول الحمولات، في ثقيل، في الخفيف، في المشكل. بس عنا هلأ الحمولة الموجودة مفتوحة اللي هي هاي، لازم نوصلها، أو هاي، يمكن هاي أو هاي مفتوحين شايفين. رح نختار هاي نشوف شو وضع اللعبة من الداخل، بس من اخترناها بالشكل. طيب يا جماعة شغلنا الشاحنة مثل ما شايفين، وظهروا عنا الأيقونات أو التحكم. التحكم كتير يعني حجمهم كبير، ما بعرف ليش هاي الشغلة أنا ما حبيتها. في عنا الجي بي اس، عبيرنا حدد على الجي بي اس. أيوة بتشوف هون الطريق، وهون غالبا في عنا شيء غالبا بيحدد لك السرعة وبيحدد لك المكان اللي رح تروح عليه. حلو كتير. طيب سكر لي الجي بي اس. في عنا هون الماب، بتشوف الماب طبعا أوروبية، ما شايفين برلين وبرلين، ميونخ، جرمان يعني، ألمانيا وسويسرا، النمسا، إيطاليا، وهدول هن البلدان حاليا موجودين في اللعبة يا الشكل. بالنسبة لداخلية الشاحنة بيلزموا تعديل لمقعد السائق، لأني مثل ما شايفين بتحسه خيفس غيطس مدري شلون، حتى الدركسيون بتحسه هيك كتير نايم على الأرض ما بعرف كيف. طيب رح نحط على الدي. بالنسبة للجرافيك رح أرفع الجرافيك على الأخير مشان يشوف اللعبة، طبعا رافع الجرافيك مثل ما شايفين أعلى شيء. أعمل له أبلاي وحط لي رجوع. الجرافيك ما في إنه تعديلات وكذا غير الشيء شفته. طيب رح نطلع على الطريق نشوف شو وضع اللعبة مع بعض. طبعا طولنا المقطع كتير، بس الصراحة يعني كان لازم أحكي لكم على وضع اللعبة والترتيب، فيمكن تعجبكم ويمكن لا. طبعا الجرافيك تبع اللعبة لا بأس فيه، الجرافيك تبع التراكرز اوف اوروبي 3 للصراحة أفضل من هاد بكتير يعني بشكل يا الشكل. ما شايفين شغلنا الإنارة، لا يا ترى في إنارة؟ حلو في عنا إنارة هون، هاي شغلنا الإنارة، هاي الفرين، حلو كتير كتير. طيب وين طريقنا يا جماعة؟ طريقنا على اليسار. حسوا الشاحنة يا دوب عم تمشي، الله وكيلكم. بدي طلعنا على الرصيف وجبنا ليل. اوف خبطنا الشاحنة. في نقطة يا جماعة الخير بدي استشيركم فيها. لنفترض افتراضيا يعني، إذا كان مطورين لعبة تراكرز اوف اوروبي 3 قرروا يعملوا سيستم إنه يضيفوا أسماء الشاحنات بشكل رسمي مثل ما موجود هون، وبنفس الوقت لازم تشحن في اللعبة، فهل بتوافق على هذا السيستم ولا لا؟ يعني مثلا بحط لك اسامي الشاحنات وبضيف لك الشاحنات تكون تصميمهم حلو وعالي ودرجة يعني أولى، بس لازم تشحن في اللعبة لحتى تقدر تجرب الشاحنات، فهل بتوافقوا ولا لا؟ أو لنجيبها على غير طريقة، إنه لعبة اليورو تراك سيميليتر 2 بتقول لك إنه راح أنزلكم اللعبة على الجوال، يعني اللعبة الموجودة على الكمبيوتر ينزلونها على الجوال، بس لازم تشحن في اللعبة لحتى تقدر تجرب الشاحنات، فهل بتوافقوا ولا لا؟ يعني أعطيتكم مثالين على لعبة تراكرز اوف اوروبي 3 وعلى اليورو تراك سيميليتر 2، فأعطوني رأيكم أنتم في التعليقات. ومثل ما شايفين هذا هو وضع اللعبة حاليا، عم نجيب العيد، عم نخبط وخالفنا. بالنسبة لي الواجهة الرئيسية تبعت اللعبة أفضل من داخلية اللعبة بكتير بكتير، يعني الواجهة الرئيسية تصميم الشاحنات من الخارج تصميمهم 10 على 10 و100 على 100 كمان، بس داخلية اللعبة أو القيادة أو هيك بعطيهم يعني 5 من 10 ويمكن أفكر كمان. وهلا يا جماعة وصلنا معكم لنهاية المقطع، بتمنى منكم لا تقصروا معنا، وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتركوا في زر التصل بصحكم كل جديد، ولا تنسوا تتابعونا على الحسابات الموجودين بصندوق الوصف. وهلا يا جماعة الخير بترككم بأمان الله وسلامه.